كانوا يريدون إطفائها، لكنها بقيت مشتعلة للعام الخامس. مأرب الحاضنة للجمهورية حين تسقطت تباعا في المحافظات كانت هي المكان الأبرز لإبقائها مشتعلة، مع اللواء عبد الرب الشدادي الذي أشعل سماء الوطن نارا ومقاومة. تولى الشدادي حراسة الثورة منذ شهورها الأولى حين كان قائدا لحراسة ساحة التغيير بصنعاء في النسخة السلمية منها، وعندما اضطر الثوار لحمل السلاح تحول هو لقيادة المعارك في الميدان ليكون الأنسب لإيقاد شعلة 11 من فبراير من مأرب بديلا عن العاصمة صنعاء هذه المرة. في تعز مشعلة الثورة بشبابها لا يبهت العالم الجمهوري، بل يبقى خافقا فوق الجميع. منذ 5 أعوام تدفع تعز ثمنا باهظا للحرية، وما تزال رفعت هذه المحافظة شعار ننتصر أو ننتصر دون أن تترك متسعا للهزيمة. هي اليوم تنتفض على جراحها كما فعلت من قبل لتحتفل بال11 من فبراير. النشيد الوطني هو الصوت المرتفع والمسموع هنا، كما هو الحال في الحديدة المحافظة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع، لكن هذا لم يمنع أبنائها من الاحتفال بالذكرى 5 للثورة. أما العاصمة صنعاء شعلة الثورة غابت عنها هذا العام، صمت الجميع خوفا وقلقا من رفقاء الثورة بالأمس، أعداؤها اليوم إلى النساء بقيت أصواتهن حاضرة حينما غيبت الأصوات في السجن الكبير صنعاء. الاحتفالات ما تزال تدور في محافظات الجمهورية بانتظار عيد سادس للثورة تكون فيه المدن محررة كليا من قبضة الميليشيا.